ومن جريدة الوطن، البورصة تنتظر الفرج من المصريين غدا، والسوق تفقد 26 مليار جنيه في أسبوع. خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة خلال تعاملات الأسبوع المنقضي أكثر من 26 مليار جنيه، ليصل رأس مالها السوقي إلى نحو 461.2 مليار جنيه مقابل 487.4 مليار جنيه خلال الأسبوع قبل الماضي، بانخفاض بلغ نسبته 5%. وقال محمد بهاء الدين خبير أسواق المال أن البورصة المصرية تنتظر الفرج بحسب وصفه في أولى جلسات الأسبوع الحالي التي تنطلق غدا الأحد.